طب احنا معانا تقرير تاني، وده اخر تقرير لابنك، هشوف يقول ايه وارجع لك تاني عشان احنا على وشك الانتهاء من الحلقة. ماشي. يعني ابويا طبعا اول حاجة اللي انا اتشرف بيه ان انا يعني ابنه، فخور طبعا ان انا شايل اسمه. بابا من اطيب الناس اللي ممكن تقابلها في حياتك، جوه البيت بره البيت في الشغل، في يعني هتلاقيه في اي حاجة هتلاقيه طيب جدا مع في اي حد ومع اي ناس. بيتكلم معايا كتير، بينصحني اعمل كذا اعمل كذا، تمرين ماتشات حتى بره الكوره بيتكلم معايا كتير. يعني ما في حاجات كتير قوي يعني ما بيني وما بين بابا. يعني الشبه الوحيد ان انا رجلها تقيله، يعني لما شوت من بعيده او حاجه وبابا كان رجله تقيله، فادم الخواجه رجله تقيله فبيشوت دايما وبتاع. حماس، يعني حاجات كتير ما بينه وما بينه. احب اقول له ان هو ربنا يخليه لنا ويطول له في عمره، وان شاء الله يشوفني حاجه كبيره في النادي الزمالك او بره، ما هنا في مصر بره مصر، فان شاء الله يعني هشرف اسمه. هتقول ايه لادهم بقى وتشوفه كده يا رب احسن لعيب في العالم؟ اقول له مفيش حاجه بالسهل يعني. نعم. كل حاجه بتيجي بصعوبه يعني، لازم تبقى عندك انكار ذات، لازم تلتزم، تحافظ على نفسك، راس مالك صحتك، كل الحاجات دي هتوصلك للي انت عايزه. هو عايز يبقى لعيب كوره، هو بيحب الكوره جدا.